بونجور، اليوم كلاسنا حيكون على البيلاتس. البيلاتس بيشتغل على العضلات الداخلية للجسم، بلاس انه هو فيزيوثيرابي، بلاس انه هو بيعمل ستريتشينج وبقوي الجسم ككل. هنبلش اول شيء بالورم اب، بدنا نعمل جود كوردينيشن بين الحركات. اورايت، نبلش. يلا ليتس تيك ا ديب بريث، ناخذ نفس، انهيل حتى نولد انرجي وطاقه. ايدينا لفوق لازم يكونوا ستريتشد اب، باخذ نفس اب ان اكسيل. لازم يطلع صوت النفس حتى اعرف انه فات اكسجين منيح للجسم. ان اكسيل مشان نولد طاقه اكثر. انهيل اجان، ان اكسيل، ان اب، انهيل، ان اكسيل، ان اجان، لاست تايم، اخر مره، ان اكسيل. هلا بننزل ايدينا لتحت، بنبلش بنعمل ورم اب للكتف، ناخذ نفس، انهيل ان اكسيل. شوي شوي لازم الحركه تكون بطيئه. انهيل ان اكسيل، لازم نحس بكل منطقه عم نشتغل عليها. انهيل ان اكسيل، تو مور، بعد مرتين. انهيل ان اكسيل، وانس مور. هلا بالعكس من ورا لقدام بكتافنا، دائرة كبيرة، سيركل كبيرة. انهيل ان اكسيل، ان اجين، انهيل ان اكسيل. لازم حافظ على جسمي قوي كله، ما بدنا نرخي اي عضلة بجسمنا، بطننا جوا. برافو. هلا ناخذ شولدرز اب، انهيل ان ريلاكس بدون ما نشد. ان اكسيل، تو مور، انهيل ان اكسيل، بعد مره، انهيل، كتفنا لفوق، ان ريلاكس داون. هلا هنبلش نفتح الشولدرز، نقوي جسمنا. هلا بنعمل ظهرنا راوند، نمسك ايدينا وبندفش لقدام. لازم يكون شكل جسمي كيرفي. مننزل كتافنا لتحت، منعلي راسنا فوق. هلا نرجع ناخد نفس، منعلي ايدينا لفوق، ريتش اب. هلا لصدرنا منشد عضلات صدرنا نحن ونازلين، ومنطلع النفس. انا اجين، انهيل، بناخد نفس، ايدي لفوق، ان اكسيل، تو مور. بدنا نحس كأنه بدنا نطال السقف فوق. اخر مرة، ايدي فوق، ان اكسيل داون. هلا بفتح كتافي، اهم شيء انزل وانا فاردي كتافي، بدي احس اني عم بدفش البلفس اللي هني وراكي لورا، كأنه تقلي صار على كعب اجريي. قد ما بقدر بدي خلي اجري جالسين وانزل بس من عند خصري لتحت. راسي ما بدي ينزل لتحت، بس بتني حالي من عند خصري، ضلني شوي هون وبحافظ على اجري جالسين قد ما اقدر. حنحس برشفه بسيطه لانه نحن بدنا نلين هيدي المنطقه، لانه بتكون الاربطه ضيقه هون، اوكي، مثل الالاستيك. فبدنا شوي نمدها ليصير عندنا مور فلكسيبيليتي، مرونه اكثر. هلا باخذ نفس، بعمل ظهري كيرف وبطلع شوي شوي من ظهري تحت لفوق. شوي شوي بدي احس بكل عظمه لحالها. هلا بفتح كتافي وبعلي راسي، وهيك هلا بنبلش الورك اوت بعد الورم اب.